السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نبلش بالدرس الخامس من سلسلة تعليم الأوتوكاد ببساطة. أنا اليوم راح أرسم قدامكم رمز الباب اللي هو هذا. أنا عامله مقطع بسيط عبارة عن مربع ومربع آخر بيمثلوا لي الكشف تبع الباب، وعندي هون مستطيل بيمثل لي جزء المتحرك من الباب، بالإضافة لرمز حركة الباب اللي هو هذا القوس. كيف راح أرسم هذا؟ طبعا أنا مثل ما قلت لك المقطع بسيط. في البداية راح أرسم هدول المستطيلين اللي بيمثلوا مقطع في كشف الباب. حلو R E C rectangle وبلش بالرسم من هون، وراح اقول له بعد ما اختار الزاوية الأولى للمستطيل راح اقول له at 5.5. ارتسم عندي هذا الشكل، بس حاليا انا عم برسم على الاكسترنال وولز اللي هي طبقة الجدران الخارجية. لا، انا راح اعمل طبقة خاصة بالابواب. راح فوت على layers اللي رمزه هون أو بكتب له L A وإنتر. يفتح عندي مربع الحوار تبع إدارة الطبقات. راح أضيف من هون طبقة جديدة، راح أحط له اسم دورز الأبواب، راح أختار له لون، راح أخده لون برتقالي وأقول له أوكي وبسكر مربع الحوار. بعلم على المستطيل اللي رسمته لحتى أنقله على طبقة الدورز. هلأ تشكل الطبقة هون بالقائمة المنسدلة، راح نلاقيها هي طبقة الدورز. ففورا لما اخترت طبقة الدورز تغير لون المستطيل، صار اللون البرتقالي، لكن ما زال أوتوكاد على الطبقة، لكن أوتوكاد ما زال على الطبقة الحالية اللي هي External Walls. راح غير واختار طبقة الدورز. هلا حاليا الرسم كله راح يتم على طبقة الدورز. راح تابع الرسم، راح اقول له Copy C O Enter لهذا المستطيل. انتبه على اختيار البيس بوينت، انا راح اختار هاي الزاوية من المستطيل لانه راح تنطبق معي هم مع هاي الزاوية، فلذلك بنقر عليها وبجي بذلك تشكل عندي مقطع الكشف تبع الباب. راح ارسم الجزء المتحرك من الباب اللي هو هذا، يعبر عنه هذا المستطيل. المستطيل بقيت عندي الفتحة هون، كانت عندي الفتحة كاملة 90، هلأ حاليا بقيت عندي 80، لذلك هذا المستطيل راح يكون عندي بطول 80 وعرض 50. انتبه أنا راح أرسمه للمستطيل من الزاوية من الأعلى ومتجه للأسفل، لذلك راح انتبه على الإحداثيات اللي بدي أحطها. راح أقول له R E C Enter. بيجي على هاي الزاوية اللي راح تكون هون منطبقة أول زاوية من مستطيل الباب، بلش يظهر عندي المستطيل. راح أعطيه الإحداثيات، بقول له شيفت وآت ضروري جدا، راح أقول له 5.-80. أنا أعطيته ناقص 80 مشان يعطيني النقطة الثانية هي إحداثياتها من الأسفل. راح شوف النتيجة، تشكل عندي الباب فورا. هلأ بقي عندي القوس اللي بيمثل لي حركة الباب. القوس هاي المركز تبعه راح يكون عندي منطقة اتصال الباب مع الكشف. كيف راح سويها؟ أول شيء راح أقول له سيركل سي وانتر، أن السيركل بيقول لي حدد لي مركز الدائرة،
باخذ المركز هون وبلشت تظهر عندي الدائرة. أنا بنهيها هون أو بنهيها هون تعطيني نفس النتيجة. وبجي بقص الزائد، أنا لازمني الربع هذا من الدائرة، راح أقص الباقي، راح أقول له تي آر إنتر إنتر. وبذلك تشكل عندي قوس اللي بيمثل حركة الباب. إذا بعلم على هاي القوس اللي هو جزء من دائرة طبعا، بتلاقي عم يعلم لي المركز عند المفصل بين الكشف ودرفة الباب. أنا فيني أرسم هاي القوس فورا؟ طبعا أنا بقدر أرسم، راح نشوف كيف. في عندي هون شيء اسمه آرك، آرك يعني قوس، وإله خيارات هون. هلا بالوضع الطبيعي أنا راح أفرجيك كيف، راح أقول له طبعا اختصاره أي آرك أي وأنتر. بالوضع الافتراضي بيرسم معي القوس كما يلي. هلا عم بيقول لي إذا بتطلع على محث الأوامر إنه specify start point، حطيت هون. في عندي specify second، في عندي end. بذلك رسم لي قوس لا على التعيين، طلب مني نقطة البداية والنقطة الثانية ونقطة النهاية. هلأ برجع برسم مرة ثانية بالآرك، أفرجيك كيف أنا ممكن أستفيد. راح أقول له آرك أي وإنتر. هلا بيقول لي specify start points of arc or في عندي هون center، راح استفيد من المعطيات اللي عندي. center اي انا بقدر اخذ مركز القوس هو هون، راح اقول له سي وانتر يعني انتقل على مركز القوس، راح اقول له هاي المركز تبعي. هلا عم بيقول لي start point، راح اختار هاي النقطة هي نهاية درفة الباب. وهلا عم بيقول لي end point، رسمت القوس فورا بهي الطريقة. بإمكانك تعيدها وتتدرب عليها. طبعا الخيارات وقت بحط أمر آرك قوس راح يطلع عندي مثل هاي الخيارات بالضبط، وإنما أنا ممكن أدخلها من خلال الكيبورد. بإمكانك كمان تجربها وتشوف هاي الخيارات، هي أنسب طريقة اللي حكيت عليها بهي الحالة. طبعا إنه أختار مركز القوس ونقطة البداية ونقطة نهاية القوس. بذلك أنا رسمت مقطع للباب. صفى، باقي الأمر بسيط لأنه أنا عامل أبواب كلياتها نفس الفتحة مثل ما قلت لكم إنه نحن لحتى نتدرب هلأ بشكل بسيط. بكل بساطة راح أنسخ الباب اللي أنا عملته، قلت له كوبي وبعدين بيس بوينت أخذته بالفراغ فراغ الشاشة. في عندي هذا الباب نفس الفتحة ونفس الشيء، فأنا راح أعدل النسخة اللي عملتها، راح أدورها بالأول روتيت، دورتها 180 درجة لكن غير مناسبة. إذا بتشوف عندي شكل فتحة الباب هون غير شكل فتحة الباب، هي نسخة مناظرة للنسخة اللي عندي بسيطة. راح أقول له أمر MI mirror، بعلم عليه وباخذ أول نقطة من خط المراية وبعدين النقطة الثانية. هلا عم بيقول لي إلي source objects yes or no، أنا راح أخليه على no لأنني راح أحتاج النسخة الأصلية. إنه no يعني
إنه ما يمسح النسخة الأصلية. حلو، أنت شكل عندي نسختين، هاي النسخة مشابهة لهاي، لذلك بنقلها لمكانها. راح أقول له move M وإنتر، راح أمسك من هاي الزاوية تبع الكشف وبحط النسخة هون. عندي هاي الفتحة الثانية كمان، راح أقول له كوبي نسخت. إذا بلاحظ إنه الفتحة هاي هي نفسها بس مدورة 90 درجة، راح أقول له روتيت ار او انتر، اختار العناصر وباخذ بيس بوينت. انتبه صار عندي الشكلين متشابهين. هلا بنقلها لمكانها، موف ام وانتر وبمسك بيس بوينت من هون وبحطها مكانها هون. طيب كمان انا عندي نسخة اخرى للباب، هي مثل هاي وانما مدورة 90 درجة. طيب وعندي هي كمان نسخة نظيرة لهي، انا ممكن استفيد من هذا الوضع، راح اجرب كيف. راح اقول له ميرور، انتبه انا راح اعطيك شغله جديده، ميرور ام اي وانتر، اخترت العناصر اللي بدي اعملها نسخه، راح اقول له شغله احفظها عندك، ميد تو بوينت. هل عم يطلب مني النقطه الاولى من خط المرايه؟ حطيت له M2 point، راح أخذ المسافة أو منتصف المسافة بين نقطتين. تابع معي، عندي هاي النقطة وهي النقطة، وجيت بلش أول نقطة من خط المراية وجيت نقرت على خط الدليل، فتشكلت عندي فورا نسخة تانية نظيرة. اللي عملته أنا اخترت منتصف المسافة بين هذا المكان وهذا المكان، اخترت نقطتين واخذت منتصف المسافة اللي حطيت لها رمز mid to point M2 point، فأخذ النقطة الأولى من خط المراية بمنتصف المسافة بين هدول الخطين، وبعدين أنا أخذت النقطة الثانية من خلال الدليل، بذلك تشكل عندي الباب الرابع. هلأ بقي عندي الباب الخارجي اللي هو شايفه أنت تماما نسخة عن هذا الباب، الباب رقم 2. فأنا راح أحذف هذا وأدي له شغلة عندي، راح أقول له كوبي أحدد العناصر هاي، راح أمسك من هون وأحطه، بذلك تشكلت عندي الأبواب تبعت الشقة. طبعا نصيحة للي عم بيتابعنا، اتدرب كتير على اللي حكينا، صحيح هي أوامر بسيطة وحتى الشكل كتير بسيط، بس هذا يعني كمان تمرين جيد. وشكرا لكم، وانتهى درسنا الخامس.